وينضم معنا من اسطنبول باسل حفار رئيس مركز إدراك للدراسات. أهلا ومرحبا بك أستاذ باسل. بداية، أعلام ثورة سوريا تنكس عند معبر نصيب الحدودي وحتى تحرق بتشفٍ من قبل قوات النظام والميليشيات الموالية لها، كيف تقرؤون بداية الاتفاق مع روسيا؟ اهلا وسهلا بكم، تحية لكم مشاهدينا. طبعا يعني ليس مستغربا هذه الخطوه او هذا النهج من النظام، وايضا هو جزء من الاتفاق بان يزال علم الثوره من هذا المعبر وان يوضع مكانه علم النظام. لكن في طريقه ازاله هذا العلم والطريقه التي تجري بها الامور، ربما ما كان يتوقعه الثوار وما يتوقعه ناشطو الثوره سابقا من النظام لا يسعى فقط لاتفاق او لترتيب للامور، ولكن يسعى الى حاله من التشفي، وسيتبعها غالبا نوع من الانتقام من اهالي المنطقه. يعني درعا تعتبر يعني مهد الثوره في سوريا، ما اسباب هذا التراجع للثوار فيها، وكيف سيكون شكل ثوره سوريا بعد هذا الاتفاق؟ يعني الثورة السورية خلال الفترة الماضية حاول الثوار صمود فترة أكثر من الطاقة التي كان يعني الطاقة التي يستطيعونها، لكن الظروف التي تمرت بها الثورة وتمر بها المنطقة لم تعد تسمح بالاستمرار بالطريقة السابقة، لا نقول بالاستمرار بالثورة، الثورة بالتأكيد تستمر، وبالنهاية الثورة مسألة فكر ومقاومة وأخذ اعتبار، لكن المواجهة العسكرية مع قوى دولية بهذا الحجم مثل روسيا وربما إيران وغيرها وسط تخلي كل الأطراف عن هذه المواجهة وترك الثوار لوحدهم في مواجهة هذه القوى العسكرية والآلة العسكرية الغاشمة بدون أدنى يعني تدخل أو مساعدة، هذا أمر لم يعد ممكنا بعد 8 سنين من الاستنزاف في موسكو. طيب، يبدو أن هنالك قرار دولي بتصفية المعارضة السورية المسلحة وإحباط عمل كيانها السياسي. أمام هذا القرار، إلى أي مدى يمكن المراهنة على إدلب وريفها؟ يعني هو قرار تفكيك المعارضة السورية بهيئتها المسلحة اتخذ سابقا ربما منذ مؤتمر الرياض 2، يعني قبل أكثر من عام ونصف أو عامين حتى، لكن هذا الأمر جرى بخطوات ليست السريعة، والثوار أنفسهم حاولوا ألا يخرجوا من هذه المرحلة أو أن يخرجوا من هذه المرحلة أو من هذا المسار بأقل الخسائر أو بحجم معين من المكاسب. بالطبع مسألة إدلب الآن تعتبر مسألة جدا حساسة، وهناك نوع من التوعد والوعيد من أطراف النظام باتجاه هذه المنطقة. المطلوب أو المفترض بالثوار أنهم يبدأوا العمل أو أنهم بدأوا العمل على محاولة تجنيب هذه المنطقة أي خسائر بشرية، و عدم إعطاء النظام وحلفاء النظام الحجة لقصف هذه المنطقة أو لإثارة الحرب فيها من جديد. بالتزامن مع الاتفاق الروسي مع المعارضة السورية في درعا، كانت هنالك أوامر روسية إلى إيران بالانسحاب، لكن إيران لم تنصاع إلى هذا الأمر. فعليا هل سينحسر دور إيران في سوريا، وهل أمريكا جادة في تحجيم إيران في سوريا، والاتفاق الروسي الأمريكي سيفعل؟ نعم، هو لا شك أنه مسألة الوجود الإيراني في سوريا وشكله ومدى قربه من الحدود مع الجولان أو مع الكيان الإسرائيلي وأشياء متعلقة بهذا الوجود وبالعلاقة الدولية هي قرار دولي وليست فقط قرار روسي أو قرار أمريكي بحت، هو قرار دولي تشترك فيه عدة دول في المنطقة وتشترك فيه عدة دول في العالم. نعم، هناك إصرار واضح من الكيان الإسرائيلي ومن الأمريكان ومن ثم الروس على تخفيف هذا الوجود بشكل أو بآخر وإبعاده مسافة معينة عن الحدود مع إسرائيل، في مقابل أن يشغل النظام هذا بدلا من الإيرانيين، أن يشغل النظام المواقع التي كان يشغلها الإيرانيون، ويتعهد النظام بعودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل الثورة عندما كان النظام يحمي هذه الحدود وحافظ عليها فترة طويلة من أي خروقات باتجاه كيان إسرائيلي حتى في أحلك الظروف وفي أصعب المعارك مع الفلسطينيين. رئيس مركز إدراك للدراسات السيد باسل حفار، كنت معنا من إسطنبول، شكرا جزيلا لك.